السلام عليكم أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الصف الأول ثانوي. هنبدأ مع بعض الآن حل أسئلة الطلاب اللي بعتوها، أو الأسئلة اللي فيها مشكلة مع الطلاب، من كتاب المعاصر Exams. أول سؤال كان عندي في موديل 1، هنا بيقول لي The roots of the equation kx power 2 minus 12x plus 9 equal 0 r equal f. طيب هو يعني إيه roots r equal يا شباب؟ معنى ان الروتس ار ايكوال يبقى على طول الديسكريمينانت اللي هو بي باور 2 ماينس 4 اي سي ايكوال 0. الكلام ده ما بيتحققش غير في الحاله دي، اللي هو ان الديسكريمينانت يبقى ايكوال 0. طيب الديسكريمينانت الجميل ده اللي هو اللي ايكوال 0 ده انا هجيبه ازاي؟ اول حاجه لازم نحدد الاي يا جماعه هي الكي، والبي عندي هي بنيجاتيف 12، والسي بكام؟ ب 9. يبقى على طول هعمل substitution للdiscriminant، هقول له b power 2 اللي هي negative 12 power 2 minus 4 times a اللي هي k times c اللي هي 9. طبعا ده كله equal 0. على طول هيديك 144 minus 36k equal 0. يبقى 36k equals 144، يعني ال k equals 144 over 36 اللي هو equals كام؟ 4. يعني الاختيار الصحيح هو الاختيار C. شوف السؤال اللي بعده. If the terminal side of the positive angle theta in standard position intersect the unit circle at the two points negative x and x where x greater than 0, then find the value of x, then find 2 sin 270 minus theta minus 6 theta. جميل جدا. احنا هنا محتاجين ان احنا نبدا نركز ونتخيل القصه عندنا. اولا انا عندي كوردينيت بلين عادي جدا، ادي الكوردينيت بلين، ادي الاكس اكسس وادي الواي اكسس، وعندي يونت سيركل، وعندنا كمان ايه؟ يونت سيركل. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين كده قدامنا السيركل بتاعتنا موجوده على الكوردينيتس اكسس، وهو قال لي ان الترمينال سايد، ادي الترمينال سايد بتاع الانجل انترسكت الاكس اكسس ات ذا بوينت نيجاتيف اكس، واكس يعني نيجاتيف يبقى في السكند كواد. ليه؟ علشان هو بيقول لي نيجاتيف اكس واكس يعني نيجاتيف وبوزيتيف، والنيجاتيف بوزيتيف ده يعني في السكند كواد. طب اول حاجه عايز الفاليو بتاعت الاكس، خليك ذكي كده ولماح وافهم ان اللينث ده ب 1. لو نزلت كده بيربنديكولار خلي بالك ان اللينث ده اللي على الاكس اكسس بنيجاتيف اكس يعني اكس، وده اكس، يبقى انا عندي هنا اكس باور 2 بلس اكس باور 2 اللي هي 2 اكس باور 2 ايكوالز 1 باور 2 اللي هي 1. ده باور 2 بلس ده باور 2 ايكوالز ده باور 2، يبقى الاكس باور 2 ايكوالز 1 اوفر 2، يعني الاكس ايكوالز روت ال 1 اوفر 2 او 1 اوفر روت 2 زي ما تحب. دي الفاليو اوف اكس. طب الحاجة التانية، أنا كده فهمت الأنجل بتاعتي. لو أنا شاطر السؤال ده لو جالي إم سي كيو على طول أنا عرفت الأنجل بتاعتي كام. الأنجل بتاعتنا كام يا شباب؟ هل هي الأنجل دي كده؟ خلي بالك إنه ما دام ده قد ده يبقى دي 45 ودي 45، ده لو أنت واخد بالك إن الأنجل دي 45 ودي 45، يبقى الأنجل كلها 135، فأنت هتشيل الثيتا في كل مكان هنا وتحط مكانها 135، لكن أنا مش هحل كده. انا هقول له ان الانجل بتاعتي دي هو عايز ايه؟ 2 sin 270 minus theta اللي هي 2 sin 270 minus theta. تركز معايا شويه، sin مع 270 هتقلب تبقى cosine theta، ولكن عايزين نعرف اذا كانت positive ولا negative. مش 270 minus theta يا شباب، مش دي 270؟ ايوه 270 minus theta ده في الثيرد كواد، والsin في الثيرد كواد negative، يبقى دي هتبقى negative 2 cosine theta ماينس كوسيك ثيتا. الكوسيك دي اللي هي الريسيبروكال بتاع الساين. جميل، يعني ماينس 1 اوفر ساين الثيتا. لحد دلوقتي الدنيا تمام. كل اللي انا محتاجه من الانجل بتاعتي اللي انا رسمتها اللي هي دلوقتي بقت هنا. خلي بالك انا لو اتكلمت على ال 135 يبقى انا خدت الانجل دي كلها اللي بره مع البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس، لكن انا دلوقتي خلاص انا شغال على الانجل زي ما هي بالساين بتاعتها بالبوزيتيف بالنيجاتيف زي ما هي، اللي هي نيجاتيف وبوزيتيف يعني في السكند كواد. الانجل هنا عندي هتبقى ايكوالز كام؟ هنا الانجل على طول هطلع لها ساين، انا محتاج كوساين ومحتاج ساين، يبقى ساين الثيتا
equals opposite over hypotenuse يعني equals x over 1 اللي هي 1 over root 2 وcosine الثيتا equals negative اللي هو adjacent على hypotenuse يعني negative 1 over root 2 divided 1 بنegative 1 over root 2 هتروح هنا وتعمل substitution بشكل مباشر ادي 2 times cosine theta يا شباب اللي هي negative 1 over root 2 minus 1 over sine يعني 1 over 1 over root 2 طبعا الكلام ده كله هتعمله على الكالكيوليتر هيطلع 0 نشوف السؤال اللي بعده Investigate the sine of function f اللي هي f of x equals x power 2 plus 3x minus 10 هنا بيقول لي ايه عايز ان انا اعمل لها represent on the number line and determine the solution of the inequality اللي هي اللي موجودة قدامي الجميلة دي اول حاجة هنا علشان اعملها في حل السؤال ده ان انا بروح ارسم دي quadratic ايوه هتروح ترسم لي number line هتروح ترسم نمبر لاين جميل كده وبعد ما ترسم النمبر لاين هتروح تجيب لي السوليوشن طبعا السوليوشن احنا بنجيبه بالكالكوليتر بشكل مباشر بنجيبه ازاي بالكالكوليتر هتروح تجيب لي الكالكوليتر وتدوس مود تختار ايكويشن اللي هي نمبر 5 وبعدين تختار نمبر 3 وتيجي تعمل الاي والبي والسي زي ما هم قدامك انت عندك الاي هنا بكام ب1 equals 3 equals negative 10 equals طلعت 2 solutions اللي هو 2 ونيجاتيف 5 تمام؟ هتروح جاي تقول لي الستبس بتاعتي انا قلت 2 ونيجاتيف 5 يبقى ادي نيجاتيف 5 وادي 2 هتروح قايل لي ال f of x equals وتعمل لها factorization يبقى هتروح قايل لي مش هي طلعت 2 ونيجاتيف 5 يا شباب ايوه يبقى احنا نعكس الساين فهتبقى x plus 5 و x minus 2 جميل جدا بعد كده هنعمل ايه؟ طبعا هنجيب الـ equation هنعملها equal 0 خلاص احنا كده حلينا وعملنا الـ steps بتاعتنا احنا طلعناها بالكالكليتر لكن كتبنا الـ steps كاملة بعدين بنقول الساين بتاعت الـ a هنا الـ a الـ a positive تمام يبقى الـ guide sign بتاعتي positive كنا بنقول في النص بين الـ two roots بيبقى عكسها وبره زيها وبره ايه زيها بره like وجوه dislike طيب دلوقتي هنا positive وهنا negative وهنا positive هو بيقول لي investigate the sign of function يعني ايه؟ يعني هقول له ال f of x less than 0 ال f of x equal 0 ال f of x greater than 0 f of x less than 0 يا شباب for all x belongs ل open negative 5 و 2 ليه open؟ علشان مفيش or equal اللي هو الجزء اللي في النص f of x equal 0 for all x belongs ل set of negative 5 و 2 يعني هي لما الاكس بنيجاتيف 5 او 2 هتبقى فانكشن بزيرو. f of x greater than 0 for all x belongs لمين طبعا نحط هنا for all وfor all وfor all مش مشكله. for all x belongs انا عايز الجزء اللي بره قلنا اللي بره دي اسهل طريقه عشان نعمل لها represent بنقول r except ادي نيجاتيف 5 و 2 جميل بس هنا دي كانت open واتحطت بعد الاكسبت تقلب تبقى close يبقى هي close. كده انا عملت investigate للsign of function طب عايز السوليوشن بتاع الانيكواليتي هي الانيكواليتي الجميله اللي هو طالبها دي equals a x power 2 plus 3x less than or equals 10 طب جميل ما تجيب لي دي جوه بقت x power 2 plus 3x minus 10 less than or equal 0 يعني هو عايزها لما تكون less than or equal 0 اللي هو الجزء اللي في النص وكمان الايكوال يعني هتروح قايل لي equation او solution set negative 5 and 2 closed وبكده نبقى حلينا question number 14 شوف السؤال اللي بعده هنا question number 16 بنفس الموديل بيقول لي ايه؟ بيقول لي the two points x1 and cosine x1 x2 cosine x2 lie on the curve of function f of x equal cosine x كل ده كلام محترم وملوش لازمة في الحل. بيقول لي the greatest value of the expression. أيوة أنا سامع ناس شاطرة بتقول لي 2 هم مغمضين شاطر بس تعالى نقول جت منين. ما هو السؤال ده اتكرر كتير. لو قال لي smallest value هتبقى negative 2. greatest value هتبقى 2.
طيب يعني ايه greatest value؟ ركز معايا يا جميل. هو انا عندي كوساين اكس 1 ماينس كوساين اكس 2، يعني دول 2 بوينتس whatever ما كانوا البوينتس على الكيرف، يعني whatever ما كانت الانجل. ازاي نحصل على greatest؟ ازاي نقدر نجيب greatest value من subtraction of two values؟ يعني انا اعمل حاجه ماينس حاجه يديني اكبر value ممكنه، لما يكون الاولاني اكبر ما يمكن والتاني اصغر ما يمكن. طب الماكسيمم فاليو بتاعت الكوساين اكس اللي هي ب 1 ماينس المينيمم فاليو اقل ما يمكن التاني عند النيجاتيف 1، ف 1 ماينس نيجاتيف 1 اللي هي 1 بلس 1 ايكوالز 2. سؤال من الاسئله المشهوره واللي بيتكرر كتير واللي شرحناه في الشرح وفي المراجعات وفي كل مكان. هنا بيقول لي هنا في بارلل وبارلل وعايز الاي اي تايمز الاي اف. ركز معايا الاسئله اللي زي دي عشان ما تضيعش وقتك، انت خلاص فاهم انك هتطبق اللي هي البروبورشنال بارتس بتاعت الباراليزم، لكن شوف هو طالب ايه. اي اي تايمز الاي اف، فين الاي اي؟ اهي. فين الاي اف؟ اهي كلها. يبقى بقى انت لو ذكي وناصح هتبدا تركز معايا، انا عايز ريليشن فيها الاي اي وريليشن فيها الاي اف واربطهم ببعض. فهتقول لي الاول الباراليزم الاولاني ده، انا هشتغل في الترينجل الاول، هاخد الباراليزم اللي هو ده مع ده. هتقول لي ان الاي اي اوفر اي سي، اشمعنى اخدت الاي سي؟ ركز معايا بس علشان انت هتاخد السايد الاي بي كله عشان تجيب الاي اف. هقول له اي اي على اي سي ايكوالز مين يا شباب؟ اي دي اوفر اي بي. جميل جدا. وتقول لي دي نمبر 1 واركنها لي على جنب. هتروح تاخد بقى الباراليزم الثاني، سيبك بقى من الاولاني اهو، شكرا انت انتهى دورك معانا، وتعالى نشوف الثاني يا جميل. الثاني بيقول ايه؟ بيقول البارالل ده مع البارالل ده يبقى في بروبورشن. انت لو ذكي هتقول لي انا استخدمت هنا اي دي واي بي، فين الاي دي؟ اهي اي دي. وفين الاي بي؟ يبقى هستخدمهم برضو، ادي اي دي وادي اي بي من البروبورشن الثاني ايكوالز مين؟ خلي بالك في البارالل ده اي دي يبقى هاخد معاها اي سي، ادي اي سي، واي بي اخدت معاها اي اف. يا نهار ابيض، ده خلاص كده المشكله اتحلت، ادي نمبر 2. طب ما هو 1 و2 دول قد بعض. ايوه، يعني الاي دي اوفر اي بي هي الاي دي اوفر اي بي، يبقى دول قد بعض. يعني اي اي اوفر اي سي ايكوالز اي سي اوفر اي اف. يا سلام، دلوقتي بقى نعمل كروس مالتيبليكيشن. AE تايمز AF اللي هو اللي طالبها، AE تايمز AF اللي طالبها، هتطلع AC تايمز AC، يعني AC باور 2 اللي هو الاختيار A. شوف السؤال اللي بعده برضو في موديل 1، بيقول لي ABC is a right angle triangle at D، drawn ال AD bisect ال A intersect ال BC at D، if the length of BD equal 24 will BA to AC equal 3 to 5 then the parameter of triangle. وخلي لي بالك يا جميل، سؤال سهل لكن عايزين نتعلم ازاي نرسم. دلوقتي انا محتاج ارسم right angle triangle، هروح ارسم right angle triangle. يا راجل ايوه، هو ارسم لي right angle triangle كده، تلاقي مشكلتك اتحلت بس كده. والله بس كده، ادي ادي right اهو، تمام. دلوقتي ده right at mean at B، right at mean يا شباب ده right at B، يبقى هو right at B. وهنا بيقول لي ان درون ال A دي، طب فين ال A وال A؟ ادي ادي ال A وادي ال C. درون ال A دي bisect ال angle A، يبقى انا هرسم هنا bisector. طب ال bisector الجميل ده ماله؟ ملوش، بس انت اصبر معايا وانت تشوف هيعمل ايه. ادي ال bisector الرائع اهو، bisect angle A، وعمل intersect لمين؟ عمل intersect للبي سي عند الدي، يبقى البوينت دي اسمها دي ودي قد دي. شفت انا رسمت ازاي وصنعت سؤال؟ تخلي لي بالك، واحد بيقول لي انت نسيت الرايت. لا ما نسيتهاش اهي. طيب if the length of BD البي دي equals 24، يبقى الجزء ده ب 24، مديني ان ال AB to AC equals 3 to 5. طب ما تيجي بقى يا جميل نعمل الرول بتاعت البايسيكتور اللي هي بتقول ايه؟ ان الاي بي اوفر اي سي ايكوالز
dB over dC. الAB اللي هي كام؟ معرفش. هو الراتيو مديني ان الAB over الAC اللي هي الراتيو دي 3 to 5. جميل جدا. equals الDB كام؟ 24. يا سلام. over الDC او CD معرفهاش، هي دي اللي انا عايز احسبها اللي هي الDC. يبقى على طول الDC equals 5 times 24 over 3 اللي هي تطلع بكام؟ 40. يبقى الجزء الجميل ده ب 40. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف البريمتر بتاع الترينجل كله، يبقى انا محتاج اجيب ده وده. بس كده خلاص اتحلت المشكله. هو مش الراتيو بتوين الاي بي والاي سي 3 to 5؟ ايوه، يعني ده 3m وده 5m. دلوقتي هطبق بايثاغورس ثيرم. بايثاغورس بتقول ايه بقى؟ بايثاغورس بتقول انه ده باور 2 ماينس ده باور 2 تحت الروت ايكوالز ده. يعني ادي الاي البي سي اللي هو اللي موجود، البي سي يا شباب بكام؟ البي سي ب 24 بلس 40 اللي هو 64. طب ال 64 دي ايكوالز مين؟ روت اهو 5m اول باور 2 ماينس 3m اول باور 2 اللي هي تطلع بكام؟ ب 16. ما هو دي 25m باور 2 ماينس 9f باور 2 تطلع ادي روت 16m باور 2. تحت الروت تخرج تبقى 4m. يبقى ال 4m equals 64. ما انا قلت ان هو 64، يبقى ال m الواحده، سوري دي 64، يبقى ال m الواحده ب 16. طب خلصنا خالص؟ لسه هترجع تاني تقول لي ده 5m، يعني 5 تايمز 16 ب 80. هي 5 تايمز 16 اهو عشان تعرف جت منين. وده 3m هترجع تقول لي اهو 3 تايمز 16 ب 48. يبقى انا على طول عندي أقول له الـ perimeter of triangle equals 48 plus 80 plus 64 اللي هو كله على بعضه يطلع 192 اللي هو الاختيار B. يبقى 192. نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي طبعا سؤال question number 2 في model 2، بيقول لي if L and 2 minus L are the two roots of the equation then K equals كام؟ بالراحة كده وخليك ناصح معايا. هو انت عندك الـ equation sum of two roots اللي هو L plus 2 minus L، ما هو دي الـ L ودي 2 minus L، لما اعمل لهم sum دي راحت مع دي فضل 2، equals مين؟ equals من الـ equation ما دام الكوفيشن ده 1 يبقى نيجاتيف الكي، نيجاتيف الكي. مش فاهم، هو انا مش كنت بقول ان الصم ايكوالز نيجاتيف البي اوفر ايه؟ ايوه، البي اللي هي كي يبقى نيجاتيف كي اوفر الاي، البي اللي هي الاي سوري اللي هي 1 يبقى نيجاتيف كي. يبقى نيجاتيف 2 ايكوالز كي، او نيجاتيف كي ايكوالز 2، يعني الكي ايكوالز نيجاتيف، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو بي. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي the function، وطبعا ده من احلى انواع الاسئله. ليه؟ لان انا على طول خلاص مش ما عنديش مشكله. هنا الاكس بوزيتيف والاكس بوزيتيف يبقى الجايد ساين بتاعتي بوزيتيف. فاكرين قصه الجايد ساين اللي بتحدد؟ تاني حاجه هرسم نمبر لاين ولو اني مش محتاجه، بس هو نمبر لاين علشان انا شاطر ومجتهد. هتروح عامل ايه بقى؟ الاكس ماينس 1 يبقى هتروح حاطط 1، والاكس بلس 3 يبقى هتحط لي نيجاتيف 3. طبعا هنا دي بزيرو وهنا هنا زيرو وهنا ايه؟ زيرو. الساين جوه انلايك وبره لايك، يبقى جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف، بره بوزيتيف. هو بيسالني على مين؟ على البوزيتيف، فعلى طول هتروح قايل له ار اكسبت، ادي نيجاتيف 3 و 1. طب اوبن ولا كلوز؟ هو مش قال بوزيتيف؟ ايوه، يعني جريتر ذان الزيرو. ايوه، يعني ماليش دعوه بالايكوال، يبقى هروح قايل اكسبت كلوز. ازاي اكسبت كلوز؟ لانه انا عايز استبعد الزيرو. هي اصلا اوبن بخليها ايه؟ كلوز، علشان بعد الاكسبت، علشان بعد الاكسبت. يبقى الاختيار الصحيح اللي هو سي. السؤال اللي بعده question number 5، سؤال حلو برضه نركز علشان نعرف نحل. يقول لي الـ AB is a common tangent، خلاص حلو.
دلوقتي بيقول لي the two circles touching externally at ال B then ال AC to AD. فين ال AC؟ اهو to AD الريشيو بينهم كام؟ طب بالراحة كده علشان ما تعقدش نفسك، انت عندك ايه اصلا؟ لو انا اشتغلت على السيركل الصغيرة، انا هشتغل في الاول على السيركل الصغنطوطة اللي جوه دي، يبقى انا عرفت كده ان ال AB باور 2 equals AD times AE. ازاي؟ اهو اخدت ال AD في ال AE كلها. ليه؟ لان انا ماليش علاقة بالسيركل الكبيرة. طب لو انا حبيت اشتغل على السيركل الكبيرة برضه هيبقى ال AB باور 2 equals، وتروح تقول لي تعالى بالراحة كده اهي دي السيركل الكبيرة صح، يبقى ده الجزء اللي بره، ادي ال AC تايمز الجزء ده كله اللي هو AF. ايه ده؟ هو ده معناه انه ده equals ده؟ ايوه. طب لما يكونوا الاتنين equals يا شباب، يعني AD تايمز AE equals AC تايمز AF، يا سلام على الجمال. دلوقتي لو جيت تقول لي هو عايز AC over AD او AC to AD، يبقى AC over AD يعني ده to ده equals ده over ده، يعني AC over AD equals، وتروح قايل لي انا قلت AC over اهي ده over ده equals AE over AF. فين في الاختيارات الكلام ده؟ AE to AF. يلا نشوف السؤال اللي بعده. Question number 6 بيقول لي the greatest أو the general solution of the equation. حلو جدا. طبعا نيجي للgeneral solution، بيقول لي then find، أول حاجة نجيب الgeneral solution وبعدين نجيب الvalue بتاعت الأنجل. هنا تان وكوتان، تان وكوتان يبقى ما فيهاش positive negative، فهقول له theta plus 20 plus 3 theta plus 30 equals 90 plus 180 n. جميل جدا. theta plus 3 theta before theta equals 20 plus 30 sorry اهو plus 20 plus 30 اللي هي equals 50 equals، انا خدت 4 theta و50 يبقى 90 plus 180 n. جميل جدا. يبقى 4 theta equals، هتودي لي دي هناك بسبتراكت 90 minus 50 40 plus 180 n. دلوقتي هنعمل divided 4 فهتبقى theta equals 10 plus 45 n اللي هي 180 over 4 ودي over 4. هو ده general solution. يبقى general solution اللي هو مين؟ اللي هو theta equals 10 plus 45 n. حبيت تكتبها بالراد، حبيت تكتبها بالدجري، كله صح. طيب دلوقتي ده general solution، هو بيقول لي find the solution when theta belong اللي هو الانترفال من 0 ل 90. يبقى هبدأ هحط مرة ال n ب 0، يبقى theta equals كام؟ 10. طب لما احط ال n ب 1 يبقى theta هتبقى equals كام؟ 10 plus 45 times 1 ب 45 اللي هي equals 55، ادي degree degree. طب نحط ال n ب 2 هتبقى theta equals 10 plus 45 times 2 اللي هي 90 plus 10 100 ثواني بقى ستوب، انت كده خرجت. ليه؟ لان هو حددها لي ان هي من 0 ل 90. يبقى التو سوليوشنز اللي عندي اللي شغالين معايا اللي هم مين؟ ال 10 وال 55. طبعا برضو هتطلعها بالراد، تسيبها بالديجري، مفيش مشكله. شوف السؤال اللي بعده. Question 9 بيقول لي the opposite figure C belong لل BD، هو بيوصف الحالة اللي موجودة قدامي ومديني two angles equals ومديني ده 6 وده 5، عايز ال BC. طب بالراحة قبل ما اجيب ال BC في حاجة بقى لازم اشتغل عليها. انا عندي هنا الانجل دي قد الانجل دي، حلو جدا. طب ال two triangles الكبير قوي والتريانجل اللي على الشمال ده، في انجل مشتركة بينهم ولا لا؟ ايوه في انجل مشتركة بينهم اللي هي الانجل مين؟ B. يبقى انا لو اخدت التراينجل الكبير، يعني خلينا نغير اللون اهو علشان ما حدش يقول لي ايه دي قد دي،
يبقى أنا كده الترينجل اللي هو الكبير الـ ABD similar للترينجل مين؟ أنا عايز أثبت، ولكن خلي بالك أنت بدأت بالـ A، الـ A دي عندك أي معلومة عنها في الكبير؟ لا، يبقى سيبها لي فاضية. طب الـ B في الكبير اللي هي الكومن أنجل يبقى هتبقى B زي ما هي، والـ D في الكبير يا شباب هي مين في الصغير؟ هي الأنجل A في الصغير، يبقى هقول له هنا ايه؟ يبقى انا الترينجل ده بقى اسمه CAB ولا CBA؟ لا، CBA عشان يمشي بنفس الاوردر، يبقى بقى سيميلر للترينجل CBA. يبقى نركز في فكره ازاي بنربط ما بين الكورسبوندينج سايدز، ازاي بنعرف مين كورسبوندينج لمين من خلال الانجل. اقولها تاني بالراحه كده. انا عندي هنا ترينجل صغير وترينجل كبير. الترينجل الكبير في انجل اهي، هو محددها لي دي قد الانجل دي في الترينجل الصغير ده. الاثنين بتروح تدور جري على كومن انجل بينهم اللي هي الانجل الجميله دي. كده بقى عندي الانجل دي كومن انجل والانجل دي قد دي، يبقى في تو انجلز، يبقى دول سيميلر. عايز تبدا باي اوردر حابب تبداه؟ طب تعالوا نبدا باوردر ثاني ونجرب نفس التجربه. انا عايز ابدا في الترينجل هو علشان ما نتلخبطش برضه، هشيل العلامه دي ودي علشان اللون يبقى مختلف. هبدأ في الترينجل الكبير، أنا هنا بدأت بإيه صح؟ هبدأ ببي، وبعدين روح للأنجل اللي هو مديلك عليها علامة، يبقى بي دي إيه سيميلر للترينجل. خلي بالك بقى في الترينجل ده البي كومان أنجل، يبقى هتبدأ ببي برضه. الدي إيكوالز مين هنا؟ إيه، يبقى أدي إيه، فضل مين؟ سي إيه. طبعا لو جيت لاحظت البي مع البي والدي مع الإيه والإيه مع السي، الA مع C والB مع الB والD مع الA، نفس التريانجل. طب أنا استفدت من ده، استفدت البروبورشن إن الAB over CB equals BD over BA equals AD over CA. مين اللي موجود عندك يا شباب من الكلام ده كله؟ مين موجود عندنا من كل ده؟ الـ AB بكام؟ بـ 6، يبقى هشيلها وأحط 6. الـ CB معرفش ده هو اللي طالبها، يبقى أدي الـ BC مطلوبة. الـ BD فين الـ BD؟ الـ BD كلها موجودة؟ لأ، بس تخلي لي بالك أنا لو سميت دي X، أيوه، نشيل بقى الـ BC ونحط مكانها X. طبعًا ممكن تسيبها BC، بس هتكتب فوق بقى BC وتبقى حاجات كتير، هنخليها X. نسمي دي X. ليه؟ علشان الـ BD كله عبارة عن X plus 5، يبقى أدي X plus 5 over الـ BA. فين الـ BA يا حلوين؟ اللي هو الـ 6 برضه، يبقى أدي 6. يبقى نعمل cross multiplication، فهتبقى X times X بـ X power 2 plus 5X equals 36، يعني X power 2 plus 5X minus 36 equals 0. هتروح تعملها على الكالكوليتر او تحلها بدماغك برضو زي ما تحب، هتطلع هي عبارة عن x plus 9، طبعا الفاكتوريزيشن بتاعها في x minus 4، يبقى ال x equals 4. يبقى ال x على طول دي بكام؟ ب 4، اللي هي ال bc equals 4. شوف السؤال اللي بعده. Question 11 بيقول لي in the opposite figure ABCD is a parallelogram, its area equal 40 سنتيمتر power 2, then measure of angle. واحد يقول لي طب هو ايه علاقة الاريا بالاريا بالانجل اصلا بالباراليلوجرام؟ بالراحة كده وركز معايا يا جميل. تمام كده، أول حاجة يا شباب أنا عندي area of parallelogram، يبقى أنا لازم أقدر أرسم height، فأنا هرسم height. طيب اشمعنى رسمت الهايت ده هنا؟ علشان ده رايت انجل تراينجل. طب ايه علاقته بالسؤال؟ هو الهايت ده في انجل سي، وانجل سي بحسب معلوماتي عن الباراليلوجرام ان هي ايكوال انجل ايه؟ افري تو اوبزيت انجلز ار ايكوال ان ميجر، يعني دي قد دي. طب ما خلاص كده اتحلت المشكله، انا اقدر اجيب الهايت ده ولا لا؟ مش ده الهايت؟ ايوه، هو الاريا اوف باراليلوجرام ايكوال مين؟ بيس تايمز الهايت اللي هو ايكوالز كام؟ 40. يا سلام، يبقى الهايت ايكوالز 40 اوفر البيز. البيز بتاعت الهايت اللي انا رسمتها 6 ولا ال 8؟ لا ال 8، لان هو بيربنديكولار هنا، يبقى اوفر 8 ايكوالز 5. يبقى انا كده عرفت ان ده كده 5. طب الانجل الجميله دي انا عندي مين؟ عندي اوبوزيت وعندي هايبوتنس، يعني هستخدم ساين، يبقى ساين السي ايكوالز اوبوزيت اوفر هايبوتنس اللي هي 5 اوفر 6.
تروح تجري على الكالكوليتر بتاعتك وتروح عامل لي شيفت ساين 5 اوفر 6 اللي هي تطلع 56 ديجري وشويه حاجات، يبقى هناخد ال 56 ليه؟ لان الانجل سي ايكوالز انجل اي. نشوف السؤال اللي بعده. Question number 12 بيقول لي if power of point A with respect to circle M equals power of point A with respect to circle N. خلاص قولا واحدا خلصت، انا كده فهمت القصة ايه. ايه هي؟ هو هنا عايز يقول لي انه في power لpoint مع circle equal نفس الpower بتاع الpoint مع circle تانية، يبقى كده ايه؟ يبقى كده ال two circles عندهم common axis. عندهم ايه؟ common axis. يعني ايه common axis؟ يعني في common tangent. فيبقى على طول الـ A فين؟ هل الـ AM equal AN؟ لا مش صحيح. هل الـ radius بتاع الـ circle equal radius؟ لا خالص، لأن ممكن واحدة تبقى أكبر من واحدة. A line in the intersection of the two circles على الـ intersection point؟ لا مش ضروري تكون على الـ intersection، ولكن هي بتكون على الـ principal axis of the two circles M and N. ده دي كده الثيرم. معرفش السؤال ده واقف معانا ليه، لكن المفروض إن احنا نبقى فاهمين الثيرمز ومعانيها. هنا بيقول لي the arc length in circle of radius يبقى ال r equal 6 opposite to central angle pi over 2 دي ثيتا. يبقى ال r، انا الرول كانت بتقول ايه؟ ان ال l equal r ثيتا rad، ايوه اللي هي 6 times pi over 2 equals 3 pi. طيب فين الكلام ده اللي هو الاختيار دي؟ شوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي in the opposite figure، جميل جدا خلي لي بالك يا جميل. هنا في عندي 6 وهنا 8 ودي رايت، يبقى دي على طول ببايثاغورس هتطلع 10. طب انا طلعت دي 10، هنسمي الجزء اللي بره ده x. يبقى هو عايز الاريا اوف تراينجل ABD. فين الاي بي دي؟ ادي اي بي دي الاريا بتاعت التراينجل الجميل ده. هو انت لو قدرت تجيب الهايت سوري الاكس هتقدر تجيب الاريا بتاعت التراينجل. طب اجيبها ازاي؟ بالراحه كده معايا. اولا لو احنا كده ركزنا هنكتشف حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ ان احنا لما نجيب ده هيبقى عندي البيز بتاعت الترينجل. طب الهايت بتاعها ايكوالز مين؟ هجيبه من الترينجل التاني ده. طب يلا تعالوا نشتغل بقى بسرعة. اولا بسرعة كده بحسب الرولز اللي عندي، انه الـ A D bisector يبقى على طول AC over AB equals DC over DB. الـ AC بكام؟ بـ 8. AB بكام؟ 6. DC بكام؟ بـ 10 plus X، يعني X plus 10. والـ DB بكام؟ بـ X. تعمل cross multiplication. طبعا واحد تاني شاطر يحب يعمل simplify عشان يقلل numbers مفيش مشكلة. يلا دي طبعا هتبقى 4 ودي 3، او تشتغل عادي 4 times x ب4x equals 3 times x ب3x plus 30. نجيب الجميله دي هنا تبقى الx equals 30، يبقى انا كده جبت الx. طب الx دي ب30، انا بقى عندي البيز بتاعت التراينجل محتاج الهايت. ما هو الهايت بتاعت التراينجل ده هو نفسه الهايت، الهايت ده هو كومن هايت التراينجل سواء ده او ده. والله لو رسمت ده وانت شاطر يبقى انت افتكرت كده اكليديان ثيرم بتقول ان الهايت ده ايكوالز مين اللي هو الاي دي كنا بنسميه، اللي هو الهايت ده الرول بتاعته ايكوالز مين؟ ايكوال 6 تايمز 8 اوفر 10 سايد تايمز سايد اوفر الهايبوتنس. كل الكلام ده احنا قلناه ورجعناه واكدنا عليه كتير. يبقى ده هيطلع ب 4.8، يبقى الاريا اوف تراينجل هتطلع ب 4.8 تايمز 30 اللي هي ايكوالز كام؟ 30 تايمز 48. طبعا معلش هو في الاريا في هاف كنا نسيناها، هاف تايمز بيز تايمز هايت، يبقى هاف تايمز 48 تايمز 30 اللي هي تطلع ب 72. يبقى الاختيار الصحيح هو ده. طيب واحد تاني يقول لي اصل انا مش عارف اجيب الهايت ده اجيبه ازاي؟ بالراحه كده انت تقدر تجيب الاريا من ال 6 وال 8 اللي هي هاف تايمز 6 تايمز 8 تطلع ب 24 اللي هي الاريا بتاعت التراينجل الصغير ده. هتروح مطلع لي الهايت بتاعه من البيز دي، هتقول لي ان الهايت اللي انا محتاجه هو ايكوال 2 تايمز الاريا اوفر البيز اللي موجوده، برضه هيطلع ب 4.8. بس طبعا خلاص احنا عرفنا اكليديان ثيرم، والمفروض ان احنا دلوقتي نستعمل الرولز اللي عندنا عشان نوفر على نفسنا
الوقت في الامتحان. شوف الموديل اللي بعد، السؤال اللي بعده. Will you find the value of x and y satisfy the inequality؟ والله سؤال زي ده انت بتحله بستبس، ولكن يعني بالراحة. هتروح قايل لي كده اهو fraction، وتروح جايب لي الاثنين اللي فوق دول وتكتبهم على الكالكوليتر عادي. هتطلع الكالكوليتر بتاعتك، تعالوا نعملها مرة واحدة وبعد كده مش هنكررها لو جات لنا في أي أسئلة تاني. أدي مود كومب 1، بعدين هتعمل مود وتحول لي كومبلكس، هتختار كومبلكس اللي هي نمبر 2، وهتعمل الدينومينيتور لوحده فوق، يعني هو 4 ماينس 3i، وأدي 4 بلس 3i. وطبعا لو حد شاطر اصلا مش هيضيع الوقت ده كله. ليه؟ هو عارف ان الاثنين دول كونجيجيت، يعني الفيرست باور 2 بلس السكند باور 2 يعني 16 بلس 9 ب 25 على طول. طبعا الكلام ده انت بتطلعه بالكالكوليتر لو مش عارف. يبقى هتروح قايل لي اللي فوق ده كله هتشيله وتحط 25 اوفر 2 بلس i. بعدين الستبس، الستيب اللي بعدها هتروح قايل لي تايمز 2 ماينس i اوفر 2 ماينس i. يعني ايه؟ يعني هتعمل كونجيجيت الدينومينيتور ملتبلاي فوق وتحت، هيبقى ايكوالز. هترجع تاني وهتروح واخد ده كده وتقول لي 25 اوفر 2 بلس i. طب واللي انا كتبته ده ولا حاجه، ده كده حاجه بنكتبها يعني علشان ناخد عليها درجات الستبس، لكن في الريزلت في الاخر هتطلع 10 ماينس 5i. ادي 10 ماينس 5i. يبقى كده الx equals 10 لان الريل equal الريل، والايماجن equal الايماجن، والy equals نيجاتيف 5. ركز معايا ان شاء الله الدنيا ماشيه معانا تمام كده، نبدا نفهم علشان ما ننساش. هنا بيقول لي if the solution set of the inequality d is اهو. طب بالراحة كده، هو ايه ده؟ علشان احل لازم اركز او شغل دماغي. هعمل ايه؟ هاخد x باور 2 ماينس، هجيب دي كده في سايد، يبقى ماينس x ماينس 4، وعندك ال k برضو تيجي تبقى ماينس k ايكوال 0. ما دام هو قال لك ان السوليوشن سيت هي دي، طبعا ليس ذان 0 ماشي، معلش نخليها ليس ذان 0. بس انا هقول لك بعد كده انت هتعمل ايكوال ليه. لان انت لما كنت بتعمل النمبر لاين كنت بتقول لي ان جوه عكسها، يعني ليس ذان مين؟ امتى نيجاتيف؟ ما هي دي بوزيتيف، يبقى عكسها نيجاتيف، يبقى ليس ذان 0 في اللي هو اللي بتوين الاثنين دول. يبقى انا لازم اجيب الايكواليتي، يعني هقول ان الاكس باور 2 ماينس اكس ماينس 4 ماينس كي ايكوال 0. التو سوليوشنز اللي عندي مين ومين؟ نيجاتيف 2 و 3. خلي بالك انت لو شاطر خلاص حلتها. ايه هي؟ لو اخدت الاكس وحطيت مكانها نيجاتيف 2 او اخدت الاكس وحطيت 3 هتطلع الفاليو بتاعت الكي في الايكويشن اللي قدامي دي. يبقى على طول هتروح قايل لي هاخد ال 3 مثلا، هتبقى 9 ماينس 3 ماينس 4 ماينس كي ايكوال 0. يبقى 9 ماينس 3 ماينس 4 يا شباب ب 2 ماينس كي ايكوال 0، يبقى الكي ايكوالز. طب لو حطيت نيجاتيف 2 كانت هتديني نفس الفاليو. نروح نشوف السؤال اللي بعده. هنا question 31 بيقول لي sin x equals cosine x then sin x plus y equals كام؟ بالراحة كده، هو مش sin x equals cosine x sin x equals cosine y. ايوه، يبقى على طول انا كده فهمت ان الاكس بلس الواي ايكوالز 90. ليه؟ ما هما التو انجلز، عشان ساين الاولانيه بايكوال كوساين الثانيه يبقى هم 90. طيب يبقى ساين ال 90 انا هشيل اكس بلس واي واحط ساين ال 90، يبقى ساين ال 90 ايكوالز كام؟ 1 ايكوالز 1، يعني الاختيار الصحيح اللي هو ايه. كده خلصنا يا شباب أسئلة موديل 2، وإن شاء الله نلتقي في جزء لاحق نحل فيه الأسئلة بتاعت موديل 3.